لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. صباح الخير، صباح الورد على عيونكم، يوم جديد من عند الحمام. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحر وعن مشاكل الحر، وإزاي نقدر نقي طيورنا في الحر الشديد ده من الأمراض الكتير اللي بتحصل له، زي الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية والأمراض والطفيليات والحاجات دي كلها هنتكلم باستفاضة. هقول لكم على مكون مهم جدا جدا نحطه للحمام عندنا، وان شاء الله ان شاء الله بامر الله برضو من الحاجات الجميله جدا اللي بترفع مناعه الحمام وبتخلي الحمام يشتغل بشكل كويس زي ما بيشتغل في الشتاء بالظبط. المكون ده يا جماعه بنستخدمه سواء في الحر الشديد او في البرد الشديد، في كلا الحالتين من الحاجات الجميله اللي بترفع مناعه الطيور وبتقوي جهاز المناعه بتاعها وبتخلي الحمام يعني ايه. طبعا انتم عارفين ان جهاز المناعه ده اهم جهاز في الجهاز الطائر، يعني هو اللي بيرفق، هو اللي بيتصدى لاي مرض يدخل لجسم الطير، سواء مرض فيروسي او مرض بكتيري او مرض تنفسي، اي نوع من انواع الامراض. تمام كده، هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين والاخرين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الى يوم الدين. نسمي الله وهندخل ايه على الفيديو. طبعا يا جماعه احنا اتكلمنا قبل كده عن النظافه، ومش مجال، انا برضو امبارح عملت لكم فيديو عن ازاي نظفت وازاي غسلت السقايات وغسلت الاكلات. الموضوع ده يا جماعه لازم يتعمل كل يوم، يوميا نغسل اطباق العلف ونغسل السقايات بتاعه الحمام يوميا في الصيف، خصوصا في الصيف. يعني كمان نظفت العشوش، علشان طبعا انتم عارفين اغلب الامراض وخصوصا مرض الجدري، والله ناس بتشتكي ان الدنيا متدمره عندها بسبب مرض الجدري. يعني جالي كذا سؤال بيقول ان الجدري مبهدل الدنيا عندهم، كل ما زغاليل بتطلع بيطلع معاها الجدري ده وبيبهدل الدنيا كلها، مبهدل الدنيا، مبهدلها بمعنى اصح يعني. فاحنا يا جماعه قلنا الوقايه خير من العلاج، اهم حاجه النظافه. احنا لما هننظف العشوش عندنا هننظف المكان، هنعقم باستمرار بطريقه دوريه باستمرار. انا قلت لكم في الصيف يا جماعه لو تقدروا تعقموا المكان بميه وكلور او ميه وبيتادين في الاسبوع مرتين، اعملوا كده مع النظافه ومع التعقيم، صدقوني مش هيبقى عندكم اي امراض، والارضيه تبقى جير مطفي. برضو وحبايبي اللي سالونا عن الجير المطفي، ايه هو الجير؟ في واحده قالت لي انا جبت جير، مش الجير الحي يا جماعه، ابعدوا عن الجير الحي لان هو خطر جدا. الجير المطفي، الجير المطفي بيبقى يعني هو زيه زي الجير الحي، بس الجير الحي خطير جدا، بيعمل زي حروق وحاجات زي دي، لازم يطفي بالميه. فهو الجير المطفي ده هم تقريبا بيبقوا طافيين، يعني بيبقى فيه نسبه كالسيوم عاليه جدا وبيعقم وبيطهر زيه زي الجير الحي، بس هو بيبقى مطفي يعني. تمام، فاحنا هنرش في المكان مع الرمل زي ما قلت لكم برده قبل كده في فيديوهات، قبل كده فيديوهات التنظيف اللي انا قلت لكم عليها. واي منفذ يا جماعه بيدخل ناموس او اي حشرات طايره او اي حاجه، لان البعوض والناموس هو السبب الرئيسي في نقل مرض الجدري، هنقفل اي منفذ يدخل لنا ناموس هنقفله بالسلك اللي هو السلك بتاع الناموس. تمام كده، كمان مش هنسيب الاكل قدام الطيور طول النهار بقى، يفضلوا ياكلوا ويروحوا ويجوا ويعملوا عليه الزرق بتاعهم ويرجعوا ياكلوا من الاكل تاني. الموضوع ده بينقل لهم الامراض وبيقلل مناعتهم جدا. والحمام والطيور عامه في فصل الشتاء او في الحر الشديد ده او في البرد الشديد برضو مناعه الطيور طبيعي بتقل. تمام، فاحنا زي ما قلت لكم قبل كده بنعمل ايه، بنحط للحمام يا اما وجبه واحده، الناس اللي بتعلف مره واحده في اليوم، او الناس اللي بتحط وجبتين زي انا كده، وجبه الصبح ووجبه اخر النهار، بحط الاكل الحمام بياكل اكلته وتمام التمام من نص ساعه لساعه الا ربع، واشيل الاكل ايه من قدامه لما احس ان الحمام اكل واكل الزغاليل بتاعته، بروح ايه شايل الاكل من قدامه، او مش فاضيه مثلا زي ناس كتير برضو قالوا احنا مش بنبقى فاضيين نقعد جنب الحمام. تمام جدا، خلاص حطوا الاكل على قد ما تحسوا ان الحمام هياكل الاكل ويخلصه في خلال نص ساعه، الاكل مش هيفضل قدام لانه بيبقى جعان، فبيهجم على الاكل عارف ان ده ميعاد الوجبه بتاعته، فبيروح لها على طول بياكل الاكل وبيخلصه، خلاص مبقاش قدامه اكل لحد ايه ما بتيجوا اخر النهار ايه تحطوا له الوجبه الثانيه بتاعته. خلال الفتره دي بيبقى الجو حر يا جماعه، في فتره الظهريه والعصريه دي الجو بيبقى حر جدا، الحمام لو الاكل قدامه باستمرار وفضل يعمل مجهود وياكل ويروح ياكل الزغاليل، كل ده مجهود على الحمام، بيسخن جسمه اكتر وبيبقى سبب رئيسي من اسباب الاجهاد الحراري. تمام كده،
طيب النهارده بقى ان شاء الله انا جايبه لكم مكون مهم جدا، بيرفع مناعه الطير، بيقلل من موضوع الاجهاد الحراري عنده بشكل ملحوظ جدا. هقول لكم المكون ده عباره عن ايه. بصوا يا جماعه، ده سيفامول فوار اهو. بصوا سيفامول فوار متكون من ايه؟ سيفامول فوار ده يا جماعه، سيفامول ده فيها باراسيتامول وفيها فيتامين سي. طبعا احنا عارفين ان فيتامين سي من الحاجات الممتازه لرفع مناعه الطيور او رفع مناعه الكائن الحي عامه. طيب بيعمل ايه فيتامين سي؟ خلينا بس نتكلم ايه بالبلدي كده يا جماعه. بصوا الحمام عامه فصل الصيف يعني في الحر الشديد ده بيفقد كتير من العناصر اللي بتبقى في جسمه، وبيفقد بروتينات وبيفقد انسجه من جسمه ودهون، بيفقد حاجات كتير قوي من جسمه. الفيتامين سي ده بقى بدوره بيعمل على بناء الانسجه وتخليق الدهون والبروتينات اللي بيفقدها بقى ايه بسبب الحر الشديد. كمان بيعمل زي معادله كده بين جسم الحمام او جسم الطيور، ان احنا ممكن نستخدمه لجميع انواع الطيور يا جماعه، بيعمل زي معادله بين جسم الطائر وبين درجه الحراره الخارجيه. فاهمين ازاي؟ بمعنى برضو لو الجو حر شديد بنلاقي الطيور بتفضل واقفه كده وبتبقى فاتحه بقها بقى وتلهس وتفضل تنهد كده، ويفضل وناس كتير برضو بتشتكي في الحر بتقول الطيور عندها اسهال شديد. طب الاسهال لونه ايه؟ بيبقى ميه يا جماعه. الميه هو الاسهال، الميه مش في كل الاحوال بيخوف يعني، هو طبيعي الحمام او الطيور في الحر الشديد مش بتاكل زي ما قلت لكم قبل كده، زيها زي الوقت في الشتاء او في البرد يعني، او لما يبقى الجو كويس. في الحر الشديد الحمام او الطيور بتبقى عايزه تشرب ميه كتير، فبتشرب ميه كتير بتنزل زرق كتير. فهو بيجي من هنا بقى موضوع الاجهاد الحراري. لما هنحط له فيتامين سي او الباراسيتامول هيهدي جسم الحمام او جسم الطيور، فبالتالي الطيور هتبقى بتتعامل بشكل طبيعي وهتاكل ان شاء الله بشكل طبيعي، وبرده هنقيها من موضوع الاجهاد الحراري. زينا كده كبني ادمين لما الواحد يبقى حران جامد، خلينا كده زي مثلا وقت الصيام، الواحد لو اليوم بيبقى حر جامد احنا اول حاجه بنسال عليها ايه؟ الميه. اول ما المغرب يأذن بتلاقونا جري على الثلاجه، نبتدي بقى نشرب ميه كتير بطريقه يعني لدرجه ان احنا بنبقى ساعات كتير مش بناكل، او اكل بيبقى بسيط جدا ده لو اكلنا اساسا. ليه؟ بسبب الحر الشديد وبيبقى في اجهاد حراري شديد علينا. طبعا في الوقت ده لو احنا اخدنا فيتامين سي، فيتامين سي من الحاجات الجميله جدا اللي بتقلل موضوع الاجهاد الحراري والاحتباس الحراري والكلام ده كله. تمام كده. الجرعه بقى ازاي بالظبط وبنديك كم مره في الاسبوع والكلام ده كله، علشان برضو انتم عارفين الحاجه بتزيد عن حدها بتقل بنظبطها. الجرعه المظبوطه يا جماعه السيفامول بنحط نص قرص على لتر ميه، نص قرص على لتر ميه، يعني لو هتسقوا بلترين ميه يبقى هنحط ايه قرص واحد، هنسقي باربعة لتر. انا مثلا سقيت النهارده باربعة لتر ميه، حطيت قرصين على الاربعة لتر ميه. تمام كده. طيب بنحطه قد ايه؟ لو اول مره بتحطوا سيفامول يستحسن يعني يستحسن بنحطه 3 ايام ورا بعض او يومين ورا بعض. تمام. بعد كده بقى بنحطه مره واحده في الاسبوع طول ما هو حار، مرة واحدة في الأسبوع. وعلى فكرة كمان يا جماعة ممكن نحطه في الشتاء، برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي بترفع مناعة الحمام وتقيم من أمراض التنفسية والأمراض أمراض الصدر عامة والسخونة بقى والحمى والكحة والحاجات اللي يعني إيه أمراض البرد الشديد اللي بتبقى إيه في الشتاء. تمام كده. طبعا كلنا عارفين إن سيفامول بشري مش بيطري، بشري، لان في ناس كتير طبعا مننا بتستخدمه، بالتالي مفيش بيت بيخلى من سيفامول، لان هو من الحاجات الجميله جدا لنزلات البرد، ارتفاع درجات الحراره، من الحاجات اللي بتهدي مسكن للالام ممتاز، عشان طبعا الباراسيتامول اللي فيه ده ممتاز في خفض درجه الحراره ومسكن للالام، ويعني من الحاجات الجميله جدا. تمام كده. برضو جالي كذا سؤال على الفيديو اللي فات عن محلول معالجه الجفاف، الفيديو اللي هو قبل اللي فات، محلول معالجة الجفاف ده بيطري أو بشري؟ محلول معالجة الجفاف يا جماعة اللي أنا قلت لكم عليه ده كان بشري، بنجيبه من الصيدلية البشري. أنا بحاول أجيب لكم أغلب الأدوية تبقى من الصيدلية البشري، لأن جميع البلاد أو جميع المحافظات وجميع القرى والنجوع والحاجات دي كلها مفيش مكان خالي من الصيدليات، أكيد كل حارة وكل شارع بيبقى فيه الصيدلية. عشان كده مش كل بقى برضو الاماكن بيبقى فيها الصيدليات البيطري، فانا بحاول اجيب لكم اغلب الحاجات اللي بجيبها لكم بتبقى من الصيدليه البشري. والصراحه
اغلب العلاجات او اغلب الفيتامينات اللي انا بستخدمها اغلبها مش كلها يعني، في حاجات كتير بتبقى بطري بتبقى حلوه ومحترمه يعني، لكن انا بحب بميل اكتر قوي للعلاجات اللي هي الايه البشري. طيب ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بالقليل، ويا رب بجد تكونوا بتستفادوا مني وبتستفادوا بالمعلومات اللي بقولها لكم. لو في اي حاجه برضو اكتبوا لي في التعليقات، احنا بنتعلم من بعض وبنعلم بعض يا جماعه. اتمنى بقى تدعموني بلايك، يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعه، علشان اللايك بيرفع الفيديو زي ما قلت لكم قبل كده. واتمنى طبعا اللي مش مشترك عندي يشرفني بالاشتراك ويفعل جرس كل علشان يوصلكم مني كل جديد. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.